بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي ركن نقاشنا اليوم السبت 23 نوفمبر. حيكون عنوان حديثنا الإسلام ديمقراطي اشتراكي، وبنحاول في المقدمة ندي رؤوس مواضيع قد ما نجد الوقت الكافي للتفصيل، وبنحيل الناس لكتبنا المختلفة زي الرسالة الثانية من الإسلام أو السفر الأول أو أسس دستور السودان، بيلقوا فيه تفصيل مناسب لما يجي إجماله هنا في الحديث بتاعنا في التسجيل ده في اليوم في ركن نقاشنا القائم الآن. الديمقراطية والاشتراكية بنتكلم عنها إن إحنا الجمهوريين كأصل من أصول الإسلام، وبنفتكر إنه الحديث عن حل المشكلة الاقتصادي والمشكلة السياسي والمشكلة الاجتماعي ضروري، لأن الدنيا مطية الآخرة، فإنت المطية دار تجعلها سريعة وتؤدي إلى النهايات المطلوبة منها، لأنه إذا الناس اتحلت مشاكلهم الاقتصادية ومشاكلهم السياسية ومشاكلهم الاجتماعية بيلقوا فرصة من فراغ البال لينصرفوا للعمل الأساسي اللي ربنا سبحانه وتعالى من أجله خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالكلام عن الديمقراطية والاشتراكية ضروري من أجل أن يعود الناس للب الدين، للعمل الأساسي زي ما قلنا اللي من أجله خلقوا، والعبادة، وعلى قمة العبادة الصلاة. مما يوزع الإنسان في الصلاة، الصلاة وارد عنها الكلام صلة بين العبد وربه في الحديث، والإنسان بيكون مشغول البال إذا كان وضعه الاقتصادي سيء، إذا كان في إرهاب في المجتمع بتمارس السلطة أو بتمارس أي جماعات أخرى هي بتوزع الناس من عملهم في الصلاة. ولذلك الكلام عن الاقتصاد والسياسة والاجتماع في الحقيقة لتهيئة المجتمع عشان الأفراد يقدروا يمارسوا العبادة بذهن مفتوح وبفراغ بال ليجون الثمرة المطلوبة من العبادة. نحن بنقول أن أصل الدين الاشتراكية وأصل الدين الديمقراطية، وكثير من الدعاة السلفيين للإسلام بيفتكروا أن الديمقراطية والاشتراكية رجس من عمل الشيطان، وهي مولود غربي، وهي وافد على مجتمعات المسلمين، إلى كثير من هذا الكلام الفارغ اللي روجت له الجماعات الوهابية والأخوان المسلمين في العالم الإسلامي في فترات في السابقة في نصف القرن السابق تقريبا. الجمهوريين لما يتكلموا عن الديمقراطية والاشتراكية لأنها ضرورية زي ما قلنا لإقامة المجتمع الصالح، ولازم يجتمعوا في جهاز حكومي واحد، يعني لا يمكن أنت تطبق الاشتراكية في مجتمع ديكتاتوري زي ما كانت المحاولة في روسيا، ولا يمكن تطبق الديمقراطية في نظام رأسمالي زي ما هسه بتحاول أمريكا، والاثنين فشلوا وبيفشلوا كل يوم جديد. المسألة الثانية اللي بنحب ننوه لها في بداية حديثنا أنه الاشتراكية ما هي الشيوعية؟ ما هي الفكرة الماركسي؟ الاشتراكية معناتها مشاركة الخلق على ظهر الأرض في خيرات الأرض، وهي بتجي في المجتمع المعين بزيادة الإنتاج من مصادر الإنتاج المختلفة في الثروة الحيوانية والثروة المعدنية والثروة الزراعية والصناعية وعدالة التوزيع لتلك الثروة. وده ضروري زي ما قلنا عشان الإنسان يتفرغ لما خلق له، ولأنه بيجعل الموارد الموجودة على ظهر الأرض مكفولة للجميع، لأنه هسه الاتجاه الماشي، وده ممكن نتعرض لبعض الإحصائيات وبعد قليل، لتركيز الثروة في أيادي قليلة جدا جدا، وتخلي بقية سكان الأرض بيعانوا من الجوع والمرض المستمر. الديمقراطية أصل الدين، لأنه الديمقراطية زي ما عرفها الأستاذ محمود هي حق الخطأ، أن تمارس أنت خياراتك ويكون عندك الفرصة لتخطي وتصحح خطأ.
وربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة يصيبون ولا يخطئون، وخلق الشياطين يخطئون ولا يصيبون، وخلق الإنسان برزخ بين الملائكة والشياطين، أو هو كأنه شيطان بسوسه أو بوجه حركته ملك، في نفس وفي روح، أو في جسد وفي عقل في الإنسان، عشان كده بيخطئ ويصيب. لا هو ملك يصيب ولا يخطئ، ولا هو شيطان يخطئ ولا يصيب، إنما هو تركيبة متوسطة بين الشيطان والملك. كل إنسان عنده حافظ وعنده قرين، بيخطئ ويصيب، والحركة بتاعت التطور بتجي من الممارسة دي، وده عشان كده الديمقراطية أصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تخطئوا وتستغفروا فسيأتي الله بقوم يخطئون ويستغفرون فيغفر لهم. فهي ضرورية للمعنى ده لتطور الإنسان، وترجمتها في المجتمع بتجي بأنه أن يحكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب، وده طبعا الشعب كان عنده تعريفاته عبر القرون. يعني مثلا في الديمقراطية الأثينية من أوائل الممارسات، كان الشعب ما بيشمل النساء ولا العبيد، كان في عبيد والنساء ما بيعتبروا جزء من الشعب ليصوتوا ويشاركوا في العملية الديمقراطية. لقدام بفضل الله اسمه بفضل التطور بقت الديمقراطية بمارسة في المجتمع، كل من بلغ سن معينة كانت تكون 18 سنة مثلا من الرجال والنساء، وبالضرورة ما في عبيد في ذلك المجتمع. فده من حيث عدد الناس أو كم الناس اللي بيشاركوا، ليشمل جميع المواطنين في سن معينة بتبتدي من 18 سنة. لكن الديمقراطية عايزة برضو تطوير للكيف، مش تطوير للكم وحده. تطوير للكيف بمعنى أنه الإنسان يكون عنده قيم بيتبني عليها، يكون اختياره المعين مثلا أن لا يتعرض للرشاوي، أن لا يتعرض للتضليل، أن يكون عنده منفتح الذهن، أن يكون عنده حرص على تلقي المعلومات الصحيحة قبل ما يعمل الاختراع المعين لاختيار مندوبينه اللي يمثلوا عنه، لأنه الشعب ما كله بيجي في البرلمان، إنما بس النواب عنه ينوب عنه، ولذلك لازم يكون في صدق وفي علم في اختيار الممثلين للشعب ليمشوا يخدموا مصالحه، ما يخدموا مصالحهم الخاصة زي ما قاعدين نشوف في كثير من ما يدعوه من ممارسات ديمقراطية الناس. فالديمقراطية بصيغتها الحديثة دي هي الدين، لأنه الدين برضو الفهم له، والناس بيفتكروا أنه الدين كأنه بينزل بكل التفاصيل اللي بتنزل من السماء. السماء بتوجه الأرض، والأرض والسماء من خلق الله يعني، والأرض ذاتها كانت في السماء. أولم يرى الذين كفروا من السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكأنه النبي أو المصلح أو المفكر بينظر في التراث البشري، ما هو صالح بيسمح له بالنمو وما هو طالح بيجتثه، زي المزارع الحاذق بينظر في المزرعة ما هو قمح أو ذرة أو نبات صالح بيسمح له بالنمو، وما هو حشائش بيقطعه ليخلق جو أصلح أكثر صلاحية لنمو ذلك النبات المعين المفيد. عشان كده القرآن بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف ما تعرف على الناس ما لم يخل بغرض من أغراض الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجد المجتمع فيه إغاثة الملهوف وفيه إكرام الضيف، لكن فيه الإغارة على ابن العم وفيه وأد البنت حية، فاجتث العادات السيئة والأعراف السيئة وسمح للعادات الصالحة لتكون هي الدين. فبالمعنى ده لما اتطبق الإسلام في القرن السابع لم يكن هناك فرصة لتطبيق الديمقراطية، لأن المجتمع لسه كان بعيد من مستوى أن يطبق الديمقراطية. ومعروف عندنا أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ووسع الناس في ذلك الزمان لم يكن في مستوى الديمقراطية، ولذلك ما تطبق في القرن السابع كان الشورى. الديمقراطية هي بتتمثل في: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه الآيات اتنسخت، ما ننسخ من آية
أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، خير منها مناسبة للوقت، لأن هذه كانت أرفع وأكبر من الوقت ذاك في القرن السابع، فنسخت واستبدلت بآية الشورى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالشورى ليست الديمقراطية، والتشويش الحاصل فيما يسمى مجلس الشورى أو مجالس الشورية أو خلافه وخلافه من اللغة دخلها الأخوان المسلمين في العمل السياسي في احتيال على عدم مقدرتهم بتطبيق الشريعة الإسلامية، هي ليست الشورى ليست ديمقراطية، الشورى هي حكم الفرد الرشيد الوصي على القُصّر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال له: فبما رحمة الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، كأنه في النهاية القرار قرار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في التطبيق العملي لم تطبق ديمقراطية وإنما طبقت الشورى هذه. بمعنى أنه لما التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، اجتمع الأنصار لوحدهم في سقيفة بني ساعدة، وكانوا دارين يختاروا الخليفة منهم، إلا اللي لحقوا بهم عدد محدود من المهاجرين، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر ومعه عدد من المهاجرين. وانتهى ذلك الاجتماع اللي ما شمل حتى ناس المدينة كلهم باختيار سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين، وتمت مبايعته سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر لما حضرته الوفاة اختار سيدنا عمر، لم يرجع لأي ناس لا في المدينة ولا خارج المدينة. سيدنا عمر لما حضرته الوفاة اختار ستة هم مجموع المرشحين والمصوتين، وقال لابن عبد الله ابن عمر: إذا توازنوا عن الكلام، يعني إذا كان الكفتين بقى ثلاثة ثلاثة، هو يدخل ليرجح كفة واحدة. واختير من ذلك الاجتماع سيدنا عثمان خليفة للمسلمين. الشاهد في الموضوع أن الممارسة الأولى في ظل الشريعة الإسلامية لم تقم على نظام ديمقراطي، إنما كانت على نظام الشورى اللي كان هو الحكمة كأحكم ما تكون لذلك الوقت. عشان نحن نمشي للمستوى المطروح اليوم واللي بيمثل حاجة وطاقة المجتمع الحديث، بنمشي للديمقراطية المتمثلة في فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وبقوم نظامنا الديمقراطي على الصورة المعينة في الانتخابات وفي التسجيل وفي الطعون بكل الممارسات الحديثة، على أن يكون الناس اللي بيختاروا ناس مربيين وعندهم أخلاق، وبكون همهم إصلاح الجماعة وإصلاح الأفراد باختيارهم، ما بخشوا الغش والرياء والكذب والرشاوة إلى الآخر مما نراه، وبيجوه ناس زاهدين في الحكم وبيفتكروا أنه إذا كلفوا أمر شاق ومسؤوليته أكبر، وهو مش للتشريف إنما تكليف، مسؤوليته أمام الله كبيرة جدا جدا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فبالمعنى ده الديمقراطية أصل من أصول الدين، وهي لم تطبق في الماضي لاعتبار أن المجتمع لم يتهيأ لها، وهي مستقبل البشرية ولا بد لها أن تطبق ليشارك الناس في اختيار حكامهم وفي تنفيذ سياساتهم وفي مراقبة العمل السياسي العام، وتقوم في نفس الوقت على مع الجناح الآخر للمجتمع هي الاشتراكية، أن يكون ديمقراطية واشتراكية في جهاز حكومي واحد زي ما أسلفنا القول. الشاهد في الموضوع أنه آية الاشتراكية آية الديمقراطية فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكل آية الإسماح اللي كانت فيها المجتمع بيختار الإنسان عنده فرصة ليختار ما يعتقده، مثل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كانت منسوخة وتطبقت آيات الفروع. والدعوة الدعاء الأستاذ محمود محمد طه هي أن يعود الناس لأصول القرآن، القرآن المكي، ويقيم نظام سياسي على الديمقراطية اللي هي اشتراكية السلطة، ويقوم على الاشتراكية اللي هي ديمقراطية المال وديمقراطية الاقتصاد. الاشتراكية أصلا أيضا هي أصل في الإسلام، لأنه في أصل الإسلام المال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أو ينفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لكن هذا المستوى لم يطبق في القرن السابع، إنما المال كان مال الناس، عشان كده قال له: خذ من أموالهم صدقة تطيرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم.
فكان التشريع القامت عليه الزكاة، أن الإنسان ممكن يجمع مال يبلغ نصاب يحول عليه حول حتى يطلع منه الزكاة بالصورة المعروفة في العشر، نصف العشر وربع العشر. لكن زكاة النبي صلى الله عليه وسلم كان مستواها الآية: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والعفو كلما زاد عن حاجته الحاضرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ما بيبيت حق اليوم للغد، كان عنده خالق غد يأتي برزق غد كل غد، وكان أمر الدنيا ما بيشغله ولا هو بالي منه. وبيجي في الحديث يعني أنه في وصفه في المال أنه كان أجود من الريح المرسلة، وما سئل غير ما سئل شيء قد قال لا لا. وعنده أنه إذا أنت حي لبكرة رزقك موجود، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. حتى أن بعض الصوفية يقول: لعن الله أقواما أقسم الله لهم فلم يصدقوه، لأنه الله قال: ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لكن إحنا ما صدقنا الموضوع ده، ولذلك بنجمع ما نحتاج له وما لا نحتاج له. وده ممكن نجي نتكلم لما نجي نتكلم عن تجربة في روسيا في التمثيل الاشتراكي، الفشل فيه، والولايات المتحدة وفشلها في تطبيق النظام الاقتصادي والنظام الديمقراطي في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشجع الناس على الإنفاق. الزكاة ذات المقادير هي الحد الأدنى اللي ما تحته حد، لكن مفتوحة على التطور، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. راوي الحديث قال: كان صلى الله عليه وسلم عدد من أنواع الفضول حتى ظننا أنه لا حق لأحدنا في فضل. وقال في حديث آخر: كان الأشعريون إذا أملقوا أو كانوا على سفر افترشوا الثوب ووضعوا ما عندهم وضعوا عليه ما عندهم من زاد واقتسموه بينهم بالسوية، فهؤلاء قوم أنا منهم وهم مني. وهو صلى الله عليه وسلم كان لما الناس اضطروا ونزل لهم لمستوى: خذ من أموالهم صدقة تطهر المتزكين بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبيجوا يطلعوا الزكاة، هو وآل بيته ما كانوا بياكلوا الزكاة. وكان بيقول: الصدقة أوساخ الناس، وهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. فهو ما كان بيحبها لنفسه ولا بيحبها لآل بيته، وهو قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكان ما بيحبها لنفسه ولا بيحبها لآل بيته ولا بيحبها للأصحاب، لكن ما كانوا بيستطيعوا، ولذلك فرضت اليوم في مستوى ما يستطيعوا. لما نيجي اليوم تستعد البشرية لتعفى عن الصدقات، ده بيكون عايزه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه ما حباه لنفسه لآل بيته بحبه لأمته برضه. فأي دعوة لأن يكون الناس يعفوا عن الصدقات ويكون كلهم عندهم حقوق، واللي هي دي ممثلة النظام الاشتراكي، هذا هو المطلب النبوي منذ البداية، ولم يكن الوقت قد آن لتطبيقه في ذلك الزمان قبل 14 قرن. الشاهد الموضوع أنه الاشتراكية والديمقراطية في أصل ديننا، وأنه هن ضرورة للمجتمع الراقي، للمجتمع اللي بيفرق أفراده لتحقيق أهدافنا في الحياة، أهدافنا الوجودية اللي من أجلها خلقوا. القضية دي اللي بيمكنها من التطبيق، اللي بيخلق النموذج الصالح اللي بيطبقها، النموذج اللي بينتج أكتر وبيستهلك أقل. ودي الناس ممكن برضو يلقوا فيها تفصيل عندنا في كتبنا، أنه الاشتراكية اللي بنتكلم عنها هي أن تكون ملكية وسائل الإنتاج عند الجماعة. الفكرة الماركسي مشي في التجربة، الفكرة الرأسمالي هو أنه الفرد ممكن يمتلك ويمتلك بدون حدود. يعني هسه عندنا ناس مليونيرات أو بليونيرات، يعني لا تفتر لهم همة في جمع المال الذي لا يحتاجون إليه. ده في العمل الاشتراكي يمنع، بتمنع ملكية وسائل الإنتاج للأفراد، وبتمنع برضو أن ما تملك للدولة. يعني الدولة ما هي تستبدل الرأسماليين، الأفراد بتكون هي الرأسمالي الكبير زي ما حصل في روسيا وفشل. ومن الفشل برضو الخلاها في روسيا تفشل التطبيق الاشتراكي، وده المعنى اللي بنقول به أنه الاشتراكية ما هي الماركسية.
الماركسية مدرسة من مدارس التطبيق اللي حاولت تطبق الاشتراكية وفشلت لأن الفكرة نفسها خطأ، لأنك أنت عشان الإنسان ينتج أكثر ويستهلك أقل لابد يكون عنده حافز غير حافز الربح. في الدين الحافز ده موجود، التطور اللي بيلقى الإنسان في نفسه، الشعور اللي بيلقى في قلبه في عقله في جسده، دي البديل للحافز الإنتاج الرأسمالي. لما الشيوعية أخذت الحافز ده وهي قايمة على فلسفة بتنكر وجود الإله، فشلت في التطبيق لأن السؤال البديهي أنه أنا ليه بدي حقي لغيري؟ أنتج أكثر واستهلك أقل ليه؟ لكن إذا كان أنت عندك بديل بتلقاه هنا في الدنيا والباقي بتلقاه في الآخرة، والنموذج هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتلقى فرصة في أنك أنت تنتج أكثر وتستهلك أقل وتدي فائض الإنتاج ده لغيرك، اللي بيكون بيمشي لمصلحة الجماعة عامة. والتطبيق البيتين في الناحية دي بيطين بتطبيق في المجتمع على هيئة جمعيات تعاونية، وده برضه مكتوب عندنا في كتبنا من السفر الأول في سنة 45 إلى الرسالة الثانية في سنة 67 إلى الدين والتنمية الاجتماعية في كتبنا المختلفة، بيقول الناس تفصيل هنا وهناك عن موضوع أن التطبيق الاشتراكي بيكون كيف. فشايف الموضوع بإيجاز أنه ملكية وسائل الإنتاج بتكون للجماعة في هيئة جمعيات تعاونية. وأصلا إحنا عندنا نموذج في السودان مثلا أنه الناس تركوا الزراعة وتربية الحيوان في الريف وجل المدينة اللي يشتغلوا الشغل الهامشي، مما خلى أنه العاصمة هسه تقريبا فيها نصف سكان السودان، وجاب المشاكل الأخرى في توفير الكهرباء والماء والتعليم والمواصلات في الخرطوم، وجاب الأزمة كلها الخرطوم لأن العمل الزراعي وتربية الحيوان أصبحت غير مجزية لسكان الريف. وزي ما قلنا جاء العاصمة بكل إمكانياتهم ليشتغلوا أشغال هامشية ما فيها إنتاج حقيقي، الحقيقة عمل طفيلي كتير جدا جدا بيدخل، والسبب أن النظام الرأسمالي جعل تكلفة الإنتاج على المزارع المنتج الحقيقي أو مربي الحيوان الحقيقي غير مجزية. ومثلا إذا كان أنت داير تزرع أرض وجبت بتاع التراكتر من التاجر اللي بيمتلك التراكتر عشان يجهز لك الأرض، واشتريت السماد من الشركة اللي بتجيب السماد، واشتريت مبيد الحشرات ومبيد الحشائش من الشركة الأخرى اللي بتستورده، اللي هي في حقيقة ديل ما بينتجوا لكن بيشيلوا التكلفة العالية من المزارعين، لينتهي نهاية السنة أنه محصول وما بغطي التكلفة دي، فيبقى ما في جدوى من أنه إعادة التجربة في السنين القادمة، فبيتركوا العمل وبيمشوا للريف للمدينة. فبيبقى أنت إذا قدرت ترجع الناس دي للريف للإنتاج تخليهم تملكهم هم في هيئة تعاونيات وسائل الإنتاج، كان تكون الجمعية التعاونية في القرية المعينة بتمتلك التراكترات وتستطيع أن تستورد بدون وسائط لزيل تاجر الجملة وتاجر القطاعي من الصورة، وتجيب سمادة بدون وسائط، وتجيب مبيدات الحشرية بدون وسائط، وتزرع، بتكون انت قطعت جزء كبير جدا جدا من تكلفة الانتاج وجعلت العمل ده مجزي للمزارع. الكلام ده ممكن يكون فيه تفصيل انه الاشتراكية القائمة على النظام التعاوني هي اشتراكية المستقبل، ليست وسائل الانتاج مملوكة للافراد كما هي في النظام الرأسمالي، ولا مملوكة في الدولة كما كانت في النموذج الروسي السوفيتي. ده ممكن برضو كلام يجي فيه تفصيل. الشاهد في الموضوع انه النظام الرأسمالي برضو من مساوئه واللي بتخلي انه الاشتراكيه ضروريه انه السعي فيه للربح ما عنده حدود، ولما السعي للربح يلاقي النفوس المريضه انت بتشوف الكوارث في المجتمعات. ومن اكبر المسائل اللي ممكن الانسان يشير ليها في موضوع المجتمع الرأسمالي انه السلاح سلعه تباع ويتم الترويج لها وتقام لها المعارض مثلها ومثل أي شيء مأكل أو مشرب. فإذا أنت مثلا بتبيع مأكولات أنت عايز الناس يجي يشتروها، إذا بتبيع مشروبات عايز الناس يجي يشربوها، إذا بتبيع سلاح عايز الناس يستعملوه شيء يتكسر عشان يشتروا سلاح جديد، نفس الشيء. ودي اللي بيخلي أن النظام الرأسمالي بشجع الحروب والفتن في الأرض حيثما، لأنه إذا ما يتكسر السلاح ويستعمل ويتم الخوف وزعزعة المجتمعات، شركات السلاح ما حتبيع منتجها. ده من مساوي بتاعت النظام الرأسمالي، وممكن يكون في حديث فيها، وده ممكن الناس يخش في تفصيله. يعني مثلا في مثلا
في النظام الرأسمالي في الولايات المتحدة الليلة مثلا يمكن 40 مليون ما عندهم تأمين صحي. ليه؟ لأنه شركات الأدوية وشركات التأمين الصحي مسيطرة على السوق وبتعمل القوانين اللي بتخدم مصالح ربحها هي. وانت لما تيجي داخل على الدكتور في النظام الرأسمالي بعاين لانه هو يعمل لك كم فحص عشان داري يحصل منك قروش زياده، وما بيعاملك كانسان انك عندك مشكله يجب الحل، لكن هو داري يوفر. اذا كان اشترى مثلا ادوات بتاعه تصوير اشعه او MRI او خلافه من اجهزه الفحص المختلفه واشتراها وداري يدفع اقساط، انت لما تيجي داخل عليه وهو مقرر عليك الفحوصات دي كلها الغرض منها تجمع قروشك. فدي المسائل دي بتدخل بتعقد مشاكل كثيرة جدا جدا، النظرة للربح. بعدين بيجوا الناس اللا أخلاقيين في مسائل كثيرة جدا جدا، في التأمين، في خلافه في خلافه. ممكن بعدين لو كان في الأسئلة الإنسان يوري المشاكل بتاعت النظام الرأسمالي وتفاصيله في تعاسة الناس اليومية اللي خلقت من الناس مجموعة مستهلكين ينفقوا نهارهم في الإنتاج وينفقوا ليلهم في الاستهلاك، وفي رحلة يعني مرهقة وفي جو من الخوف فظيع جدا جدا. النظام الرأسمالي هو في الحقيقة تعديل طفيف للنظام العبودي حقيقة، يعني لأنه الرأسمال قائم على حاجتين. على عشان أنت تكون رأسمالي ناجح وعندك أرباح كثيرة لازم تسيطر على عنصرين، العمالة لازم تكون رخيصة والمادة الخام تكون رخيصة، لازم انت تسيطر على ديل. وده معناته انت يكون عندك عمل متصل عشان تحارب قيام النقابات، لانه النقابات بتكون تجمع الناس مع بعض لطالب بحقوقهم والى الاخر. فجزء من عمل النظام الرأسمالي تحطيم اي نظام نقابي فعال. النظام العبودي كان انه انت بتجيب العبد بتسكنه في ما تيسر من سكن في طرف المزرعه وبتاكله ما تيسر من الاكل، يعني لانه غرضك انك تحافظ على حياته برضه لانك داير يزرع لك وينتج لك يعني. وانت بتتكفل باكله وشرابه في الحد الادنى وداير يعني يخدم لك الخدمه اللي عايزها انت لانتاجك اذا حيواني او زراعي او تعدين. لقدام جاء النظام بعده الاقطاعي اللي هو ما بيختلف منه كثير، اللي هو انك انت الساكن على الارض المزارع والارض كلها مملوكه للاقطاعي وعنده ايام بيشتغلها للاقطاعي في المجان، وفي تعقيدات كثيره، لكن في النهايه هو استغلال الانسان ده باقل تكلفه ليعمل اكبر انتاج. النظام الراسمالي هو تعديل طفيف للمساله دي. الراسماليين هنا اللي بيجوا في البرلمان هم اللي بيحددوا الحد الادنى للاجور اللي بيكون كافي عشان انت تمشي تأجر شقة مثلا تسكن فيها أو بيت من رأس مالي، وتشتري سيارة من رأس مالي آخر عنده شركة السيارات، وتعمل التأمين الصحي من الرأس مالي الثالث، وهكذا تمشي تشتري البضاعة بتاعتك الأكلك وشرابك من الرأس مالي الرابع، وتوزع الحد الأدنى اللي أعطوك لدى اليوم وتنتهي نهاية الشهر في صفر. وده كان في مرحلة من المراحل في بداية الإنتاج الرأسمالي بالصيغة زي دي، كان الرجل الواحد في البيت عنده دخل في حد مناسب يكفي الأسرة كلها. لكن هسه انتهوا الناس في النظام الرأسمالي الأمريكي، الأب شغال والأم شغالة والأولاد شغالين وكلهم ما بيقدروا يغطوا المنصرف بتاعهم. السبب أنه لأنه المنافسة احتدت وتغيرت الاساليب في استعباد الناس. بدل الزمان كان انت بتمشي للعبيد تجيبه من افريقيا مثلا في الجنازير والمراكب في اتجاههم لاوروبا الغربيه ولامريكا، حتى اللي بيمرض مرض ما بيرجى شفاءه بيجدع يعني بيلغى يغزف في البحر. لكن هسه بقت انك انت لانه ارتفعت الاجور في وقت من الاوقات كان في صراع في نقابي قبل ما يكسروه الراسماليين، جعل انه في حقوق مناسبه للعمال خاصه العمال المهره في امريكا في مصانع السيارات وخلافه. فبقت مثلا الساعه ب 15 ب 20 دولار الراسماليين فطنوا لانه ممكن ينقلوا الصناعه دي للهند وللصين، وبدل يشغلوا الموظف في امريكا او العامل في امريكا ب 15 20 دولار يحول المصنع كله
الى الهند او للصين او لكوريا او للمكسيك، ويكون الساعه ب 3 دولار. فهاجر الراسمالي الشره من مناطق البدايه الراسماليه في اوروبا وفي امريكا الى مناطق زي الصين والهند اللي فيها ما يقارب 3 مليار نسمه. فخلق العمل ده ذاته بالاجور اللي تعتبر بالمقارنه لامريكا ضعيفه، لكنها خلقت طبقه وسطى في الهند وفي الصين، زادت من استهلاك الطبقه دي في هذا الكم الهائل من السكان. ودخلت الهند والصين في منافسه على المواد الخام مع الغرب، وزادت اسعار المواد الخام. والناس اللي عارفين لصيغين هسه بالاستثمارات الصينيه في افريقيا بيعرفوا انه كيف الحمله المسعوره القايده الصين للتنغيب ولاستخراج البترول في افريقيا وتحطيمه للبيئه وعدم مبالاته بالسكان المحليين. الشاهد في الموضوع انه لان الراسماليه بتحمل التناقضات داخله بصيغه زي دي، أن الرأسماليين تركوا ناسهم في أوروبا وفي أمريكا ورحلوا للمناطق العمالة الرخيصة، والقوانين اللي بتغيد التعامل الرفيق بالبيئة بقت برضو ما موجودة. ولذلك خلق مشكلة كبيرة جدا جدا في أمريكا بتتضاعف كل يوم. ولذلك دخلوا هسه ناس في الخط من السياسيين أمثال بيرني ساندرز و كورتيز وخلافهم بيبشروا بالاشتراكية، ولقوا أذن صاغية ولأول مرة من 50 سنة. يعني في فترة 50 أو 60 سنة السابقة كان كلمة اشتراكية كلمة ممنوعة في الولايات المتحدة، هسه عندها أتباع وفي مرشحين بيطلعوا بيجاهروا بأنهم اشتراكيين، وفي أتباع بالملايين بيصوتوا لبيرني ساندرز ولكورتيز وبيروجوا للنظام الاشتراكي ولأول مرة بعد فترة طويلة جدا جدا مما مرت به الولايات المتحدة المغاربة في فترة المكارثية، وقصة طويلة في الموضوع ده. الشاهد في الموضوع أنه النظام الحاول يطبق الاشتراكية في روسيا بدون ديمقراطية انهار، ولأنه ما كان بيهتدي بتطوير الفرد، ولأنه الملكية تحولت من الأفراد للحكومة، بقت الدولة هي أكبر رأس مالي موجود وعندها الفساد وخلافه وخلافه، ولأنه ما في تربية للأفراد. للسبب ده فشل التطبيق الاشتراكي في روسيا، وفشلت التطبيق الديمقراطي. والناس اللي هسه شايفين الأزمة الحاصلة بين ترامب والديمقراطيين في أمريكا، وما كانت قبل كده في عهد نيكسون من خيانة رئيس الجمهورية المفروض يكون حامي الدستور للدستور، بتوري أنه الأخلاق ضرورية والتطبيق الاشتراكي ضروري للتطبيق الديمقراطي. لأنه إذا كان ما يكون في اشتراكية، الناس الحقيقية هم الرأسماليين، والرأسماليين بيمشوا يعملوا القوانين اللي بتخدم مصلحتهم هم. ودي مثلا برضو فيها تفصيل لو الناس احتاجوا فيها لتفصيل. الشاهد في الموضوع أنه النظام الرأسمالي الغربي هسه في وضع سيء جدا جدا. الناس استهلكت يعني الاستهلاك بقى أكبر من الإنتاج بصورة كبيرة عند الأفراد. دخل الفرد أصبح غير كافي، الأسرة كلها بتشتغل، وكل التعقيدات اللي بتحصل في الأسرة في عدم رعاية الأطفال الرعاية المطلوبة، لأنه الآباء والأمهات كلهم في العمل في أغلب ساعات اليوم بين المواصلات وتقضية 8 أو 9 ساعات في العمل بأجور زهيدة لا تكفي. فبقت بيشتغلوا الزوجين في المنزل بيشتغلوا، ولما بقى ما في استهلاك قالوا لهم يتدينوا، وجات البدعه بتاعت الكريدت كاردز اللي هي بطاقات التامين بيسموها، اللي هي انك انت بتتدين بيكون عندك 3 4 5 كروت تتدين 30 40 50 الف دولار، كانك انت بتستهلك مستقبل دخلك مش حاضره. يعني مش انه دخلك الحاضر بيقضيك في استهلاكك، لا، انت بتستهلك حاضرك وبتستهلك دخلك الجاي في المستقبل، وده برضه ما مقضي. المشكله اللي بتعقد الموضوع ده اكتر هي الاوتوميشن، هي الاجهزه الحديثه اللي بتستغني من الانسان. والناس اللي شافوا هسه مصانع العربات
وبيجيهم مرات في بعض البرامج التلفزيونية بيشوفوا أنه كيف الآلات دي بتستخدم، واكتشاف الروبوت والحاجات اللي ممكن يقوم بها في الشحن والتفريغ وخلافه، ماشي الموضوع ده ليستغني من الناس والرأسماليين، ما واقفين في حد. يعني هسه اليوم حسب إحصائية بتقدمها دوريا أو بعد كل فترة منظمة أوكسفام، أنه 26 شخص من سكان الأرض، 26 شخص بيملكوا ما يملكوه 3.8 بليون شخص من الأفقر في العالم. 26 شخص، ثروة بتعادل ثروة 3 بليون و800 مليون من سكان الأرض الأفقر. ده بيوريك كيف السلطة الثروة ماشية تتركز في قلة قليلة وتحرم منها البلايين من الناس في الوقت اللي فيه. ده بيمتلكوا 26 ديل بيمتلكوا هذا الكم الهائل من الثروة، الناس بيموتوا بالجوع من المرض، ومن يعني بيموتوا من الجوع ومن المرض في مناطق مختلفة من العالم. الشيء الثاني أنه النظام ده برضو الدين ده مش على الأفراد بس، يعني مثلا مجموعة الطلاب في الولايات المتحدة ديون اللي عليهم اليوم حسب آخر إحصائيات 1.5 تريليون، دي ديون على الطلاب. يعني تتخرج عليك دين رهيب جدا جدا، وبعدها بتحتاج تدين، أول ما تلقى وظيفة تدين سيارة، وبكون عندك دفع شهري على الدين المدرسي، بكون عندك دفع شهري على السيارة، ودفع شهري للسكن، وداير بعد أكلك وشرابك وخلافه وتأمينك الصحي. بتنتهي أنك أنت للفترة المقبلة 30 40 سنة أنت مديون، ما بتخرج من الدين ده خالص. فداس دي واضح جدا جدا بيعمل مشكلة في المجتمع. ولذلك هسه الصراع لما يكون سلمي بالأدوات الديمقراطية، بيجوا ناس زي ناس بيرني ساندرز زي ما قلت، وزي ناس كورتيز في نيويورك، بيكونوا عندهم اتجاه اشتراكي وبيلقوا إقبال، علوا أنه بالإجراء الديمقراطي ده يكون في فرصة لتحول اشتراكي يجعل أنه شوية في هدوء وفي فرصة للناس يعيشوا على حياة كريمة. ده ممكن يكون فيه حديث برضو. الديون دي ما هي وقفا على أمريكا برضو، الديون دي برضو البنوك والمفسدين بتاع البنوك الكبيرة في العالم بيدينوا. يعني مثلا الناس المتابعين المشاكل في لبنان، لبنان عدد سكانها قليل جدا، يعني يمكن يكون 4 مليون، لكن على لو تشوف الرقم اللي هي مطلوباه من البليونات تستغرب انه ده ماشي وين، وانه ما في فرصة ليرجعوا. وده ممكن يكون بينطبق على كثير جدا جدا من دول العالم اليوم. يعني جزيرة صغيرة في بورتريجو هناك في قريبة من أمريكا وهي تابعة لأمريكا برضه على بلايين الدولارات، البنوك دينتها، وواضح أنه في فساد وسط البنوك، لأنك أنت الإنسان اللي ما بيستطيع يرد المال وتدينه برضك أنت عندك مشاركة في الربكة اللي بتحصلها بيحصل من هذا العمل. في أوروبا، في اليونان مثلا، في اسبانيا، واضح جدا جدا في مشاكل كبيره جدا جدا في الديون المتراكمه على الشعوب. ونحن في السودان برضو عندنا تجربه لما جو ناس الاخوان المسلمين يتدينوا على حساب الشعب بالبلايين، قروش اساسا ما دخلت السودان، انما معظمها جنب في حساباتهم في الخارج باسم مشاريع فاشله، ويكون في كلام عن قروض لشارع زلط، يكون معمول مسار ماشي ومسار جاي ما بيناتهم فاصل، ومغاير لكل المواصفات العالمية اللي بتكون ضرورية قبل ما انت تستلم قرض لمشروع معين. فشايف الموضوع انه مثلا المفسدين اللي كانوا في السودان جماعة الانقاذ يدينوا بلايين الدولارات خلوها في حساباتهم في الخارج، جاوا منها جزء عملوا بها مشاريع فاشلة ولا تس لا 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 لم تعمل يعني وفقا للمواصفات العالمية والمواصفات الجيدة الهندسية، وبقى الدين ده على الشعب، وده بيحصل في كل الأنظمة الفاسدة. فشايف الموضوع أنه الجمع بين الديمقراطية والاشتراكية في مجتمع قائم على الأخلاق ده ضروري من أجل الحياة. وزي ما قلنا نحن يعني مثلا نحن الجمهوريين بنصير عليه لأنه أصل الدين، ولأنه حاجة الناس وطاقتهم والحياة بتجربتها دي ماشي السوق الناس له. أصل من لم يسر إلى الله بلطائف الإحسان
قيل إليه بسلاسل الامتحان، لأنه ما من الله بد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فما في فرصة غير أنه نحن نمشي في الطريق الصح، والطريق الصح هو أن نكون نحن نحل مشكلة الاقتصاد بالاشتراكية، ونحل مشكلة السياسة بالديمقراطية، ونحل مشكلة الاجتماع بالمساواة التامة بين الناس بغض النظر عن لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو أصلهم أو عنصرهم. المسألة دي كلها قلنا عشان الناس يصلوا، لأنه نحن عندنا أنه لما أنت تقول الله أكبر ويجي في صدرك أنه بكرة عندك أنت 3 أطفال أو 4 أطفال أو 5 أطفال، وما عارف فطورهم بيجي من وين ولا مواصلاتهم من وين، أنت ما بتكون حاضر في الصلاة. فنحن من أجل الصلاة ومن أجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل تغيير الأخلاق، بندعو الناس أن يفكروا في موضوع حلول الاقتصادية والسياسية للمجتمع وفق المنهاج النبوي وفق أصول القرآن، ليكون في فرصة أنه الحياة دي تعود وتعود لتوازنها وتحقق أهدافها اللي من أجلها خلقت. المسألة اللي أنا بركز عليها قبل نهاية الركن النقاش ده والندوة دي إن شئتم، أنه الاشتراكية ما هي الماركسية. الماركسية مدرسة فكرية اختارت أن تطبق الاشتراكية بالصيغة اللي طبقتها بها وفشلت. فشلت لأنه ما قدمت بديل لحافز الإنتاج. الإسلام بيقدم بديل لحافز الإنتاج، و محدودي الثقافة ومحدودي العلم. نشر الموضوع ده نشرته المدارس السعودية، أنه الاشتراكية هي الشيوعية وهي الكفر وخلافه وخلافه، لأنه ديل أميين ما بيفقهوا شيء. والحقيقة السعودية لوقت طويل جدا جدا سفارة لها في روسيا ما كانت فيه، ولا سفارة لروسيا في السعودية، وكان يعني عنده الناس متفرغين بالآلاف عشان يشطبوا أي كلمة في الكتب أو في الجرائد اليومية أو في المجلات إذا وردت كلمة اشتراكية أو ديمقراطية بيشطبوها. ونحن ما تشوف الجماعة دي هسه دي اللي بتتكلم عن الديمقراطية والاشتراكية في السودان، جماعة الأخوان المسلمين بتتكلم عن الانتخابات والديمقراطية. دي كان في وقت من الأوقات في شبهات حول الإسلام بيفتكروا الديمقراطية كفر والاشتراكية كفر، وناس محمد علي الجزولي لحد اليوم بيقولوا في كلام زي ده، وكثير من الوهابية اللي بتسمعون من المدارس السعودية بيقولوا في نفس الكلام ده. ديل خارج العصر وما بيفقهوا شيء في وانت برضو يعني بتعذرهم، لانه ده المحتوى اللي افتكروه الدين، والمحاولة انه الناس المتعلمين ما ينساقوا في الاتجاه ده ويبحثوا عن اصل القصة دي جات من وين. ونحن لما نقول انه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيدخر حق اليوم لبكرة، أو يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني ده ما حقه، اللي كان عنده ده ما حقه، ده حق الله. ولذلك بينتهي ارتفاقه به بانتقاله من الحياة دي. عشان كده قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، معاشر الأنبياء لا يورثوا. فإذا كان من أمة النبي جايين ناس نماذج زي ما قال عنهم تغبطهم الأنبياء والشهداء، وأن علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم كأنبياء بني إسرائيل، أنت ماشي على الاتجاه ده في 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 في, في الوضع الاقتصادي، أنك أنت داير نظام زي ما بيطرحه الأستاذ محمود، هو أن يحدد حد أدنى للدخول يحفظ الحياة الكريمة على كل مواطن، إذا كان حتى لو كان عاجز عن الإنتاج أو طفل، وأن يحدد حد أعلى للدخول ما يخلق طبقة تستنكف أن تتزاوج مع طبقات الدنيا، وأن نزيد الإنتاج من مصادر الإنتاج في الزراعة والصناعة والتعدين وتربية الحيوان، نزيد الإنتاج من مصادر الإنتاج ونعدل في التوزيع بما يشبه سرعة اللحاق بين الدخول الدنيا والدخول العليا حتى يفيض المال حتى لا يقبل أحد. العمل ده عمل ديني، الاشتراكية من الإسلام، الاشتراكية عمل إسلامي، الاشتراكية كعمل اقتصادي عمل إسلامي، الديمقراطية عمل إسلامي، الإنسان بيعمل وبيتبرك به وبيرجو به القرب من الله. وزي ما قلنا ده ليهيئ الأرض ليصلوا الناس، لتتفرغ القلوب والعقول لتعبد الله بذهن مفتوح وذهن فارغ من الخوف على الرزق وعلى تربية الأطفال وعلى إطعامهم. فدي تقريبا بعض النقاط اللي الواحد كان داري يمر عليها.
ويطرحها وتكون تفتح باب للنقاش أكثر. الموضوع ده مؤصل جدا جدا في أصول القرآن وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، نموذج عليه. والحياة أنت زي ما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف كل عمل في المجتمع بيخدم غرض الدين ده دين. ولذلك إذا الكلمة دي قبل كده ما استعملت في تاريخ الإسلام هي مدخرة لليوم ده من حياة المجتمع البشري، وهي ضرورية من أجل أن تستقر الحياة وتستقيم كما هي مبشر بها. أنا بقيف هنا وبشوف لو كان في أسئلة جات من خلال الصفحة عشان يتم على إجابة. في سؤال هنا من أخ قال: نعم، الاشتراكية والديمقراطية مهمة جدا، ويجب ربطها بما يوافق ما يتوافق مع الدين الإسلامي، ولكن لي سؤال: هل الأسس لهذا الموضوع متوفرة في السودان مع وجود الأحزاب والطوائف التي تمارس مع بعضها؟ أو أقصد التأسيس، بنيتهم وركيزتهم هي انتقاد بعضهم وخاصة النقد الغير موضوعي وتشويه بعضهم حتى يحققوا ما يريدونه لظنهم هم الأصلح والأفضل للإسلام. والجمهوريين كانوا أولا المنتقدين، بل لقدا لازعا لإبعادكم من الساحة الثقافية والدينية والسياسية. صحيح أن الأحزاب في السودان بعيدة، الأحزاب في السودان ما عندها مذهبية أساسا، دي أحزاب طائفية ونشأت طوائف. الحزبين الكبيرين يعني بالتحديد الأنصار نشأوا، حزب الأمة نشأ حول طائفة الأنصار، والاتحاد الديمقراطي نشأ حول طائفة الخدمية، ودي الناس تابعين للمشايخ بس، يعني ما كان في فكرة معينة في الاقتصاد والسياسة والاجتماع. بعدين الناس درسوها، بعدين دخلوا بقوا أعضاء، التابع للشيخ مع الشيخ، الشيخ يقول شرق وبشرق وغرب وبغرب. فدي أحزاب طائفية ما كان عندها فكرة، ولحد اليوم ما عندها فكرة عن أنه بتحل المشكلة الاقتصادي ولا السياسي ولا الاجتماعي كيف. صحيح بيناتهم هسه التنازع، وحيظل التنازع ده يظهر كل يوم، ودي مشكلة نحن لازم نعيش عليها، نعيشها يعني، ده غدرنا. أنك أنت تقتنع بالفكرة الصحيحة وتظل تبشر بها، والناس أحرار إذا رأوا أنه ياخذوا بها ليحلوا بها مشاكلهم يتحملوا مسؤوليتهم ويطبقوا موضوعهم، وإذا لم يروا يتحملوا النتائج برضه. يعني إحنا مثلا الجمهوريين ما عندنا، لأنه إحنا ديمقراطيين برضه، بنعتقد ان الناس بنطرح عليهم فكرتنا دي، بنفتكر انها صحيحه ومؤسسه ومسنوده بكل تفاصيلها، لكن اذا الناس اختاروا غيرها دي مسؤوليتهم، يتحملوا مسؤوليتهم امام الله. واذا قبلوها بيجتمعوا على تطبيقها، وفي الوقت ده حيواجهوا العنت والتشويش، وده كله يعني حاصل ونحن بنمارسه، لكن ما بنقدر نتجاوزه الا بان الناس يوعوا وينفذوا البرنامج زي ما هم مقتنعين به. نحن مثلا الجمهوريين هسه حولنا زي ما لاحظت لغط كثير جدا جدا ومحاولة لإبعادنا، لكن نحن دائما بنذكرهم انه يا جماعة الخير نحن عندنا فكرة بنفتكر انها صحيحة، وده حق طبيعي، ما في اي زول في الدنيا بيكون شايل له فكرة وبيفتكر انها خطأ. بنطرحها للناس بالتي هي احسن، اذا اقتنعوا بها ياخذوا بها، واذا ما اقتنعوا بها يخلوها. المشكلة شنو في الموضوع ده؟ نحن ناس مسالمين، ما بنستعمل عصاية ولا سيف ولا سلاح ولا اي شكل من اشكال العنف اللفظي او العنف الجسدي. الناس دي بيفتكروا ان احنا فكرنا ده فكر شيطاني او خلاف، كل زول يعتقد ما يشاء. استعينوا بالله العظيم انتوا اعوان الرحمن، ونحن بس بنكتب وبنتكلم، انتوا اكتبوا ويتكلموا وردوا على كلامنا ده وسوقوا الناس معاكم، ان كيد الشيطان كان ضعيف. لكن هم مصرين على ايقافنا نحن من النشاط على مصادر حقنا في التعبير. إذا كان إحنا عندنا حجة ضعيفة، أنت بس ما تواجهها بحجة قوية وانتهى البيان، ليه دار توقفها هي ذاتها؟ ما تكون هي ذاتها موجودة عشان تعينك للإشارة لها باستمرار. لكن لأنهم هم ما عندهم فكر، ولأنه وجود الجمهوريين بطوال بأشر، لأنه
انه انتم ما عندكم فكره، ولذلك احسن نوقف موضوع الجمهوريين ده عشان ما يكون في فرصه للمقارنه ذاته. فده ده الموضوع بالنسبه للاخ اسماعيل الشريف. ما شايف. كلمة الحق قال دائما تجد مكانة عند كل من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. قال هنا الأخ أبو آدم قال أستاذ زالي طلب وليس أمرا، حدثنا عن تحديات المرحلة وتداعياتها وتحديث مسارها كما يرى الكثير من الناس انحراف الثورة عن مسارها، وحتى الآن لم نرى أبسط متطلبات الثورة التي سفكت فيها الدماء وأورقت فيها الأرواح. كلام كويس لكن بيخرجنا من عنواننا اللي طرحناه يا أخ أبو، بيطلعنا من العنوان بتاع الاشتراكية والديمقراطية اللي طرحناه. لكن برضو على كل إن إحنا ده النموذج اللي بنفتكره أنه الناس المربيين اللي عندهم أخلاق يسعوا لتطبيق نظام اشتراكي ديمقراطي، لأن المشكلة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما بتتحل إلا إذا الناس عندهم أخلاق. يعني إذا كان الناس حلت عليهم كارثة في السودان زي اللي حصل عليهم في زمن الإنقاذ وربنا رفع منهم، الشيء الطبيعي أن الناس يطلعوا متعاونين زي النموذج اللي كان في القيادة العامة، اللي عنده يخط واللي ما عنده يشيل، وأنك أنت أخوانك بيدوك الوجبة، بيدوك الاشتراك في الإنترنت، بدوك حق المواصلات إذا ما عندك. الصورة دي في التعاون وفي المحبة وفي الإلفة وفي أنه كل إنسان شايل هم الآخرين، الإنسان في بيت بعيد من مكان الاعتصام كانوا يحضروا الأكل ويجوا بمشقة في الحر عشان يوصلوا للناس، مشغولين ببعض الناس بأكلهم وبشرابهم وبعلاجهم. الروح دي نحن كان دايرينها تستمر، لكن هو زي ما انت لاحظت انه بدا الشقاق وبدا ظهور النفاق، وده شيء متوقع طبعا، لانه المساله في التغيير الاساسيه هي ان التغيير يبتدي من الداخل، وانه فاقد الشيء لا يعطيه، يعني لا يستقيم الظل والعود واعوجه. فنحن دائما بندعو للتربيه وللاخلاق، لانك بالاخلاق انت بتبقى سعيك ان اسعاد الاخرين، لانه اسعاد نفسك في اسعاد الاخرين. فللسبب ده الثورة ما يعني احنا في شروطنا نحن للتغيير الأساسي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشره والبخل والحرص وحب السيطرة ده كله أمراض داخلية بتبرز كل ما الأيام تمر لقدام بين الناس، وما بكون الروح بتاعت الثورة موجودة. ونحن دائما الخوف إنه الناس يسترخوا ويفتكروا انه اهداف الثوره اتحققت، اهداف الثوره يا دوب بدت، لكن هي دايره فهم ودايره التزام اخلاقي. غير كده الواحد ما شايف حل. يعني التخبط اللي بيتم ده لانه الناس الخراب اللي عملوه خراب شديد جدا جدا في كل شيء. يعني الاخوان المسلمين خربوا السودان خراب فظيع، بعدين هسه دي لما جاتهم الفرصه اللي يتوبوا ويرجعوا لربهم ويندموا، بدوا هسه في حمله شرسه جدا جدا ليعودوا كان شيئا لم يكن. يعني بيتكلموا عن الاسلام وكانه الاسلام في خطر. طيب يا جماعه الخير، انتوا لكم 30 سنه ماسكين الحكم لوحدكم، صفيتوا كل شخص ضدكم من مراكز الحكم في من القريه الى الحكومه المركزيه،
وما والاسلام بتاعكم ده ما شفنا غير السرقه، والناس يجمعوا على انكم في الاخر انتم حراميه. فبدل ترجعوا وتستغفروا وتبتعدوا من الصوره، بداتوا في التخريب من جديد. القصه دي دايره زمن، والناس برضو يصبروا شويه، لانه احنا شهور يا دوب، دايره صبر ودايره وعي ودايره كل زول يكون نموذج هو في نفسه، لان احنا ما دايرين نطالب الاخرين بما لم نطالب به انفسنا. التضحيه والصبر، لأن الخراب شديد جدا جدا، الخراب شديد خالص خالص في كل زاوية، وهون أسسوا له. والغريبة فيه أنه الجماعة جوب الانقلاب العسكري فرضوا نفسه وعملوا القوانين الجائرة وعملوا الحصانات، دارين الناس يلزمونا بالقوانين اللي هم عملوها دي نفسها، اللي هي دي ذاتها اللي قام عليها الشعب وسار ضدها وأبعدهم هم. القوانين اللي دارين يقولوا ان احنا بنفسد وحنعمل قوانين تحمي افسادنا الى يوم الدين، اللي هو ده الكلام اللي ما ممكن يقبله عقل، وبيحتاجوا الثوار يجنبوا مع بعض ويناقشوا، لكن برضه لازم الغرض والمرض يبعد من الصوره. ودي المساله اللي احنا بندعو ليها باستمرار، ده فيما يكون مربوط بموضوعنا في الاقتصاد والسياسه من جزء من سؤالك يعني. الأخ سامر بيقول: كيف يمكن إدراج الفهم الاشتراكي في المناهج، وكيف يمكن إدراج الاشتراكية في التصنيع والسلع المستوردة؟ الإدخال الاشتراكية في المناهج يعني هو ما بالضرورة يعني، إذا كان الناس بيقول عندهم الموضوع ده الفهم ده موجود، ممكن يكون في كل شيء يعني، في المحاضرة زي ركن النقاش اللي هسه احنا بنعمله، أو في كلام الناس في بيوتهم. التوعية بتكون في كل محل بما في ذلك المناهج، أنه يكون في شرح ليه، عشان التشويش اللي حولها بين أنها كفر وأنها منتوج غربي وكل الكلام الزي ده يبعد عنها، وأنها هي الإلحاد وأنها كده، أنه ربط العمل ده العمل الاقتصادي بهذه الصورة بأنه ده عمل نبوي. يعني لما يقول: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ده عمل نبوي. انه في يده ما حقته، ده عمل نبوي. انه ما بورث ماله، ده عمل نبوي. فده ممكن الشرح في المنابر المختلفه بما فيها المقررات والمناهج. في الصناعه وفي الزراعه وفي في 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 الجمعيات الاستهلاكيه مثلا، او الانتاجيه، أو التوزيع، ده كله ممكن يكون كعمل اشتراكي. بمعنى أنه نحن مثلا لو وجدت أننا عشان نحن نزرع حواشاتنا في الجزيرة أو في الرهد أو في المناقل أو في الشمالية، بنحتاج لتحضير الأرض، تحضير الأرض بيحتاج لتراكترات وديسكات وخلافه وخلافه. طيب المشكلة شنو في الموضوع ده؟ أنه صاحب التراكتر بيشيل قروش من الناس لتحضير ارضهم اكثر مما يستطيعوا، لانه هو داير ارباحه هو. فنحن دايرين نملك الناس ديل ال 40 50 مزارع ديل تراكتر بكل اجهزته. الحكومه المركزيه تدخل لتساعدهم، لتديهم التصديق وتعفيهم من الـ من الـ من من الضرائب مثلا، او من ضريبه من جمارك، عشان يستوردوا حاصداتهم، يستوردوا تراكتراتهم لتحضير الارض ولحصاد المحصول. وتدير منهم اللجنة منهم هم، وتخط الناس في غايمة لتحضير أرضهم، ويكون في عمل في الأمانة وفي التعاون بيناتهم ليحضروا أرضهم بممتلكاتهم هم، مش بممتلكات شخص آخر. وكذلك تمشي بعد ذاك نشوف إن دارين أسمدة يستوردوا أسمدتهم، دارين يستوردوا مبيد حشري يستوردوه. هون يكونوا الجمعية دي بتجيب، دي جمعية إنتاج مثلاً. بعد ده بقينا للتوزيع، دارين مثلا انتجوا طماطم او بصل او خلافه، نشوف انه دارين نسوي قوي مثلا، دارين نسوي في السوق المحليه في الخرطوم في المدن الكبيره والمدني او سناره وخلافه، دارين نتصدر للدول المجاوره في الخليج مثلا، انه دايرين شاحنات تكون مبرده دي يشتروها المزارعين ديل، الجمعيات التوزيع دي تشتري الحاجيات، ويكون المردود الربحي لها هي للأفراد المنتجين حقيقة، مش للطفيل في النص. وكذلك في موضوع إذا كنت قلت تعدين أو خلاف، العمل ده يكون عمل تعاوني،
المعدات المطلوبة تمتلك بواسطة الجماعة، وأرباحها توزع عليهم هم، ولما هم يستعملوها بأسعار مناسبة تناسب دخولهم وإنتاجهم، ما يكون العمل غير مجزي عشان هم يطلعوا من البزنس. الحكومة المركزية بتساعدهم بأنه يكون في بنك مثلا، بنك تعاوني، تكون في إجراءات لإعفائهم من الجمارك ومن الضرائب لوقت معين، رئيس ما يقيفوا على شخصهم، ويكون باختصار الناس المنتجين حقيقة والناس اللي بيوزعوا حقيقة هن اللي بيستفيدوا من إنتاجهم ومن توزيعهم. وأي شخص هسه بعاين اللي بيشوف إنه مجموعة التجارة الشرهة بتعيش على الفقراء، بمعنى إنه أنا مثلا لو عندي زيت أو سكر، الأثرياء ممكن يشتري الشوال، لكن الفقير حيشتري الشوال ده بنص الرطل وربع الرطل، بيربح منه شخص في النص، والشخص اللي في النص ده بيربح من شخص تاجر التجزئة، اللي بيربح منه تاجر الجملة، اللي بيربح منه المستورد، دي كلهم داخلين في النص، وهم ما أضافوا للسكر ده أي شيء، لحد ما يصل للمرأة الفقيرة دي، ولا اليتيم ده، ولا المرأة الأرملة دي، دير اللي بيدفعوا السعر بتاع الأرباح دي كلها بتاعت المستورد، تاجر الجملة، وتاجر التجزئة. بيدفع الفقير ده، لأنه الغني بيمشي طوالي للمصدر يجيب منه، بيجيب تاجر الجملة يجيب منه، وبيجيب كميات كبيرة، وما بيتعرض هو للاستغلال ده. الفقراء دائما هنا اللي بيفقدوا، ولذلك انت ملك الفقراء وسائل الانتاج دي، وده بيحل مشاكل كثيرة جدا جدا، وبخلي انه الاعمال الطفيلية في النص دي تزول، وزيادة الأسعار الغير ضرورية اللي نفرت الناس وشردتهم من مناطق عملهم إنتاجهم في الزراعة والصناعة وخلافه، ترجعوا لمناطقهم والريف ينتعش، ويكون فيه الخدمات وفيه الإنتاج، والناس ممكن يعيشوا فيه عيشة فيها كرامة بدون ما يتركوا مناطقهم ويجوا يعني يجتمعوا في العاصمة وتزداد المشاكل بتاعتها كل يوم. بصيغة زي دي أنا أفتكر بنكون وصلنا لوقت مناسب. أنا بقيف هنا، وإن شاء الله لقدام لو في أي أسئلة بتابعها ونجاوب عليها. شكرا جزيلا لكم.